ميس وورلد اللي هي ملكة جمال العالم، مختلفة عن ميس يونيفرس اللي هي ملكة جمال الكون. ميس وورلد من تقريبا من 2016 او 2015 برضو ما بقاش فيها لباس البحر، فهي بتختلف من من مسابقة اتجاه لأخرى. المسابقة للأخرى. في مسابقات بتعتمد أكتر على الثقافة، في مسابقات بتعتمد على الأعمال الخيرية، في مسابقات بتعتمد على المنح الدراسية، وطبعا الاتجاهات الكتير اللي هي الناس اللي بتشوف إن الموضوع ده ضد المرأة، ده بيأثر في قرارات منظمين كتير نعم، لمسابقات كنت مختلفة. سأسألك عن هذه النقطة تحديدا، يعني توقيت الإلغاء هذه المرة يأتي بعد حملات موسعة منتشرة للتصدي لظاهرة التحرش بالمرأة، حركة ميتو التي لاقت مؤيدين لها من مختلف البلاد حول العالم. هل ترى لها تأثيرا من قريب أو من بعيد على القرار الأخير الخاص بمسابقة ميس أمريكا أو ملكة جمال أمريكا؟ أكيد طبعا كان ليها تأثير، لكن برضو احنا لازم نعرف انه أكيد في عروض أزياء كتير، وفي مثلا عروض أزياء بتاعت فيكتوريا سيكريت، وفي فاشن شوز بتبقى فيها مايوهات، فالحاجات دي كلها مستمرة وما بتتأثرش. هو المفهوم ان مسابقات الجمال لازم نفرق من ان هي مش مسابقة جمال بتعتمد على الجسد، هي الشكل بتعتمد على فقط. الثقافة واللياقة البدنية، فهي ممكن تستبدل بجزء لياقة بدنية. يعني ممكن يكون زي ما كان في التقرير مع الملكة اللي هي فازت من 70 سنة، لو العودة للمايو اللي قطعة واحدة بدل ما يكون في شيء من إثارة الغرائز أكتر، نعم، فيبقى إنه يبقى نفس الحاجة. مهم جدا، ما هي في الآخر هي مسابقة جمال، الجمال هو جمال نسبي في الجسد النهاية وجمال بالظبط، وجمال والذكاء ومعاييره والشكل. مختلفة.